شوي أهم توقعات الفلك لمواليد السرطان بشهر نيسان أبريل من عام 2020، هالسنة الصعبة واللي توقعناها من السنة الماضية مثل ما بتتذكروا، قلنا إنه رح نطلع على سنة استثنائية من المخاطر والكوارث على كل الأصعدة، وأجد الأحداث تتأكد هالموضوع، لأنه في وضع فلكي من آلاف السنين وصار تجمع كواكب ببرج الجدي، وهالكواكب عادة لما تتنافر مع كواكب أخرى بالمواجهة أو بالمربعات فبتشكل خطر كبير، وهيك صار فتنا إلى مخاطر عالمية ما تركت حدا خالي البال أو هادئ البال. أما أنت عزيز السرطان فلأنك بمواجهة الجدي فأنت من أكثر المتأثرين هالسنة بهالأوضاع الفلكية مثل مواليد الميزان ومواليد الحمل. هالشهر في تصعيد مهني بس في شبكة أمان عاطفية. بتصطدم هالشهر ببعض المعوقات وبتلاقي نفسك محشور بزاوية وبتقوم بكل المساعي حتى تستدرك هالانهيار. بس قناعتك الراسخة بتصطدم بجهة بتحاول إنها تزعزع أو إنه تثبت عدم جدواها. يعني عندك صراع بهالشهر. يمكن يفرض عليك شركاء أو بعض المتعاملين أو المديرين بينفرضوا عليك وبتصدهم باستراتيجية بتوضعها وبتسعى لكي تواجههم بحقائق أو حتى بتهديدات. نعم، في حال ما عالجوا الأمر معك. معاكسة كواكب بجوبيتر بلوتو والشمس بتطال أكثر مواليد الدائرة الثالثة من غيرهم يلي بيعانوا من تأخير تسويف، بيقصدوا بعض الأخصام أو بيضطروا لتسوية مشكلة عائلية. هالشي بيأثر سلبا على أعمالهم. كتار من مواليد السرطان بيعرفوا أنه هن مرئين بسنة دقيقة. كوكب الشمس هو كوكب المال بالنسبة لمواليد السرطان، وبوجوده ببرج الحمل يعني بمعاكسة مع برجك بالأسابيع الثلاثة الأولى يمكن يولد احتكاكات على الصعيد المالي. من الممكن أنه يطرح كمان مسألة مهنية معقدة. ما تستغرب أنك تخضع لمساءلة أو محاكمة، خاصة وأنه البعض بيقدم شكوى ضدك أو بيسعى لتسريب بعض الفضايح سواء كانت حقيقية أم لا. بتعرف الشائعات اليوم ما إلا رب، يعني بيكبوا هالشائعة بيقولوا ما في دخان بلا نار، لا في كتير دخان ما في إلا أساس من النيران. وهالشي عم بيصير اليوم بالوسائل الجديدة، وسائل التواصل الاجتماعي. بتتوجب عليك تسوية بعض الإشكالات بظل بعض السياسة اللي بتتغير حاليا سواء على الصعيد العام أو بإدارة المؤسسة اللي عم تشتغل معها. لحسن الحظ أنك تتمتع كمان بمساعدة ودعم واية، وبتحقق رغم هالمصاعب نجاح مهني، تصور بمجال سياسي أو إعلامي أو تجاري أو حتى فني. بتحافظ على سر بهالوقت وتكافئ على تكتمك، وبتحظى بالأيام العشرة الأخيرة من الشهر بعرفان الجميل يلي صار نادر بهالأيام، أو بربح مالي مفاجئ ابتداء من تاريخ 24، تذكر هالتاريخ. وبتفرح بنجاح مادي بتحققه أو بيحققه الزوج أو الزوجة أو الشريك العاطفي. كوكب فينوس بيدخل بتاريخ 3 لبرج الجوزاء وبيستقر فيه لفترة أطول من الزمن التقليدي، يعني لشهر آب أغسطس. هالشي بينعكس شوي على بعض علاقاتك العائلية، يمكن يتحدث عن تغييرات بتحصل ببيتك وكمان عن علاقات اجتماعية بتسندك وبتساعدك بكل الملمات. منيح، من المستحسن أنك تكون منتمي لبعض الجماعات أو النشاطات أو الأفرقاء الأقوياء يلي بيروجوا لك وبيدافعوا عنك. يمكن تزول مشاكل عانيت منها مع أحد المقربين وبتشوف أنه الحل آت إليك. أما وجود كوكب فينوس ببرج الجوزاء وهو منزلك الثاني عشر فبيوحي ببعض الضبابية بعلاقاتك الغرامية وبتشويش عليك من قبل شخص ثالث، أو ربما يشير لعلاقة متوازية مع علاقتك الحالية وبتضطر للمحافظة على سريتها. وجود فينوس ببرج الجوزاء مؤشر لميلك للانعزال أو الابتعاد عن الاجتماعيات أو السعي للقاء الحبيب بعيداً عن الأنظار. بيشير كوكب جوبيتر لتشريع لعلاقة ودية ونية بالارتباط، وهالشي ابتداءً من تاريخ 20
تتبدل الأمور وبيحصل شيء بيجعلك قادر على اتخاذ القرار. إذا آخر 10 أيام أفضل من أول الشهر. من غير المستبعد أنك تميل لشخص ما بيبادرك ذات المشاعر أو تطرح على نفسك أسئلة كثيرة ما بتلاقي لها أجوبة. بنصحك بعدم التصرف بقساوة مع المحيط وبحياتك الزوجية حتى ما تتسبب بالانفصال. حذر من شخص بيتودد لإلك بخلفية مصلحة معينة بيشوفها معك. ما تتوقعي يا عزيزتي إلا عرض للزواج بهالشهر بالأيام العشرة الأخيرة من الشهر، كتير ممكن هالشي إذا ما كانت هالفترة موعد لزواج بيعقدوا مواليد السرطان له، إلا أنها فترة يمكن تكون مؤشر لجديد بيدخل حياتكم.